شو ساوي؟ اتصل بأمير ولا شو؟ بيعرف إنه نحن قلقانين، لو لقاها رح يخبرنا. حبيبتي سونا، بصراحة كنت عم دور عليكي، ما عرفت شو بدي اختار من هدول مشان البسهم بحفلة بكرة، هاي ولا هاي؟ هذا هو همك أمي معقول؟ ما نهم حياتي، فيك تسميه حماس، لازم انتبه لكل التفاصيل وما يكون في شي ناقص أبداً. هدول ما عجبوني، عم فكر بكرة انزل على السوق على بكير واشتري. أمير بيك ما اتصل، قلقن عليه، هو اتصل فيكي؟ ما اتصل. شو صار بترانشكوتي، ما رجع لسه من التنظيف؟ الصبح رح يبعتوا، هيك خبروني. يعني عن جد ما عم صدقك؟ بتعرفي؟ ما رح أحكي شي بنوب. على الأغلب إجوا، رح أفتح. إن شاء الله يكونوا أخي ومرته رجعوا. مرحبا. أهلا وسهلا يا روحي. أهلين فيكي أمي. أخي وين ريحان؟ إن شاء الله بتكون بجهنم لأرتاح. وين كنتي؟ قلقنا عليكي كتير. لا تواخذيني سونا، خليتك تقلقي علي، وأنتي كمان. رايحة لغرفتي، تصبحوا على خير. أمير، شو رأيك نشرب قهوة سوا؟ ومنه بتفشل لي قلبك شوي. خليها لبعدين أمي، تصبحوا على خير. وأنت بخير. وأنت من أهله. ألف حمد وشكر لك يا ربي. أنت منيحة؟ شبك؟ خير أختي. أنتو شو شربتوني الحبة أخدت مفعولة كتير حلوة. يلا تعالي لهون يا حلوة، ولك يلا خلصيني اطلعي بالسيارة. بعدوا عنا. بتشكرك. لأنك أنقذتني. ما في داعي تتشكريني، لو أي حدا عملت هيك. يعني بالنهاية ما كنت مجبورة أنقذني. ضليتي معندي بدك ترجعي لحالك، مع أنك ما بتعرفي شي باسطنبول. تليفونك مو معك، مصاري ما معك، ما عم افهم شو هالجرأة هي اللي عندك. شو اللي عم تحاولي تأسبتيه بعنادك هاد؟ انت بتعرف ليش طلعت من البيت؟ والملك وقت عرف الحقيقة زعل كتير، لأنه اتهمه مروض الأحصنة تبعه بسرقة حصانه اللي بيحبه، وصار ضميره يأنبه كتير لأنه حطه بالسجن. وبعدين تنكر الملك وطلع من القصر تبعه وراح لعنده على السجن ليعتذر منه. مروض الأحصنة عرف أنه اللي قدامه الملك وقال له ما في داعي تعتذر مني. الملك قال له حتى الملوك ممكن تغلط، بس الملك القوي بيقدر يعتذر عن غلطه. وبعد ما رجع مروض الأحصنة لشغله، الملك رجع ينام وضميره مرتاح. صحيح أنا سامحت ليلى، بس ما بعرف وينها هلأ.
صار لازمني رجلتين غير يلي عندي، عن جد رح موت من تعبي. شوفي جوعان؟ قصدي لهيك زعلان؟ نيجار، أنا وضعي سيء. ريحان خانم. قلت خانم؟ المظلومة صارت البنت يلي افترت على حماتها. بس لاقي وقت فاضي رح ازعل عليها، عندي شغل هلا. الله لا يقدر، بلكي انفصلت عن امير بيك. شو دخلك سفر؟ شو دخلك؟ شو بيهمنا بهذا الموضوع؟ بما انه ما بيهمنا، ليش عم تتدخلي فيهم؟ ورحت اتفقتي مع جاهدة خانم. انا ساويت هذا الشيء كرمال ما يقلعونا من شغلنا ويزتونا برات البيت. بعدين انسى هذا الموضوع من اساسه. إذا عرفت جاهدة خانم رح تقلعنا اتنيناتنا. نعرف الحقيقة وبدك نسكت؟ ريحان خانم اللي حضرتك هلأ زعلانة عليها بتكون خانم هالبيت، ونحن هون خدامينا. حط عقلك براسك لحتى ما نخسر شغلنا. في شي مشكلة نيجار؟ لا، شو رح يكون في؟ ما بعرف، لأنه تصرفاتكم صايرة غريبة. إذا صار شي مشكلة بهالبيت أنا أول وحدة بتعرف فيها، فهمتي نيجار؟ طبعاً جاهدة خانم. لا يكون عندك شك، إذا صار لنا شي وقلعونا من الشغل رح يكون من وراك أنت. سكر تمك بقى. خلاص رح سكره. شو معنات هاي النظرة؟ معقول تكون سمعت كلامنا؟ مستحيل. أصلاً لو سمعت كانت طربقت الدنيا كلها فوق راسي. مستحيل. Thank you.
عانقتي حدا ما بيحبك، وحتى كمان ما بيصدق أي كلمة بتقوليها. طلعتي غبية ريحان، غبية. حبيبتي الحلوة، صباح الخير. كأنه جاي عبالك تطلعي تشوفي الشمس يلي برا. برأيي ايه بدك، رح اخدك وحطك جنب الشباك. خليني أقوم ساوي شاي. لا 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 خليكي، أنا بساوي. إيه كيفك؟ ارتحتي بالنومة؟ والله كل الليل ما غمضت عيوني بنوم، بس بعد صلاة الصبح قدرت نام شوي. المعلم رح يلاقي حل. فيك تضلي هون قد ما بدك. القصة مو اني يبقى او لا، يلي اسمه كمال مقرر انه يدمرني. لا تفكري فيه. كيف يعني ما فكر فيه؟ نحن بالنهاية حرمية وما فيك تنكر هذا الشيء ابدا. يلا كملي فطورك، اكيد جوعانة. لازم ارجع على البيت اليوم، بدي اجيب شوية تياب لإلي وبدي اتحمى. الشرطة عم تراقبك ورح يعتقلوكي، يعني إذا كان في شيء أنا بروح وبجيبه. لا مستحيل، إذا لحقوني بعرف كيف ضيعهم. كنت رح أنسى، جبتلك معي مربى الفريز. شوفي كنتي تحبيه؟ ما سال، تذكرت ما سال هلأ، بتحب المربى كتير. آه يا حبيبتي أنتي. أنا بحب المربى بس ما بتذكر جبتيلي مربى من قبل. دخيله اللي بيغار. بس لو تعرفي شو عم يخطط المعلم. يا مسال، لأنه أكيد بتكون عم تفطر هلأ. يلا بنتي على القليلة كلي بيضة. اتركها، أنا بعرف دواها. افتحي تمك يا روحي، دخيل هالعيون ما أحلاهم. بلا ما نجبرها واضح إنه ما بدها تاكل. ابني تعال معي لحظة. تعال اطلع فيني، بصراحة بدي اقول لك شيء، بس خايفة منك تعصب علي. لو ليلى ما راحت ما كانت عملت هيك. ومبارح كمان ما اكلت. بالله مبارح طعمتها بإيدها قبل ما تروح.
بما انك رح تساوي هيك، ليش فوتت على بيتك؟ على الاقل وثق فيها شوي. مو سهل توثقي فيها، نسيتي كيف فاتت لهون؟ لانها بتسرق، رح تسرق هالطفله يعني؟ بدي روح عندي شغل، انتبهي على مسعل. انا بحكي له عن ليلى وهو بيقول لي عندي شغل، مع مين بدي احكي انا؟ نيجار، يا ريت تجيبي لنا بسرعة عصير بردقان. اختي مليكة عم تجهزه، رح جيبه فورا. حتى على الفطور ما بدها تنزل؟ شاي ريحان خانم برد، خليني جدده. لا ما في داعي، بس تنزل على الفطور بتسوي لها. كأنه هالبنت أخذ موقف مني. ما بظن أمي، بجوز ما أنا جوعانة. لا أمير، هيك مو صح، بالنهاية كل يلي بالبيت عم يدلعوها. على مهلك، على مهلك، رح تختني. عم باكل على مهلي، بس وقت حكت أمي هيك تشردقت. عم تسمع كلام قليلة الأدب هاي؟ ما بظن إنها كانت حرة لهالدرجة حتى بضيعتها. بتطلع من البيت إمتى ما بدها، ما معها تليفون ولا مصاري ولا شي، وبتترك أهل البيت قلقانين عليها. بس مو الكل كان قلقان عليها، في منهم ما اهتموا. أوقات التصرفات بتبين بدون سبب، بس هالشي مو مثل ما لك شايفة أبداً سونا. لساتك صغيرة وما في داعي تناقشي بهالأمور. صح أنا صغيرة مزبوط، بس عندي تجربة بهالحياة وبقدر ميز منيح عدم الاهتمام. سونا، صحة وعوافي، في عندكم أي طلبات؟ يسلم إيديك يا أختي مليكة. لولا خاطر أبوك بنت الضيعة هي. أمي لا تعملي هيك. تركها أخي، أصلاً كل حدا بهالبيت له اسم خاص عند أمي. سونا قليلة الأدب، أمير الشاب المسكين، وريحان بنت الضيعة، هالشي ما رح يتغير. سونا خلصنا بقى. انسى، صحتين على قلبكم. لحظة سونا. عم تتصرف هيك كرمال ريحان، وحتى قبل ما تجوا كمان أخذت موقف مني. تصرفاتها سيئة، وبصراحة ما عم بعرف اتصرف معها أبدا. لا تقلقي يا أمي، أنا بحكي معها، لا تزعلي، كملي أكلك. كيف ما أزعل يا روحي؟ يعني زواج عمره 30 سنة ينهد من وراها؟ لهلأ ما عم صدق اللي قاله أبوك. يعني تخيل حتى أني أفطر مع أولادي وأنا مبسوطة ما عم بقدر. هالمرة مانا طبيعية، شو بتعرف تمثل؟ بحس عيونه مليانة بالشر، كل ما تلاقينا أقل رح يكون أحسن. يا ترى أنا غلطانة بهالحكي؟ ها ما سمعني، وفوق هالشي لعب فيني وخلاني اعتذر من أمه. بصراحة أنا كتير متضايقة من حالي، لأني عانقت رجال ما بيحبني وعم يلعب فيني، وطبعا هالشي لأني غبية وما عندي عقل.
بترجاك يا ربي بين حقيقة يلي صار معي بأسرع وقت، وأمير يعرف الحقيقة. عن جد أنا بتمنى لو كان فيكي تحكي هلأ وتقولي لي أمير. شو عم يساوي بالبرد؟ إذا قلت إنه ريحان خان بريئة رح يقلعوني، وإذا ما قلت يا ربي يضلني على الطريق. صاير معك شي مشكلة؟ سمعتني شو قلت؟ والله من سوء حظي ما سمعت، بس متأكد في شي شاغل بالك. احكي لي شو صاير معك ولا تقلي ما في شي. لا يا ربي، يعني من أولها بلشنا هيك؟ إذا المشكلة مادية يلا قلي. الحمد لله مستورة أمير بيك، ما في داعي حدا يعرف بأي شي، حتى نيجار منحلها بيناتنا. لا أمير بيك ما في أي مشكلة، شكرا. بصراحة في مشكلة، بس شو؟ بس المشكلة مو معي أمير بيك. بشو عم يحكوا يا ترى؟ إذا ما سكرت دمك يا سفر رح يكون حسابك عسير. قلتلي المشكلة مو معك، مع مين هالمشكلة لكان سفر؟ شو هالقصة كمان؟ يعني مو معقول إنه يكونوا بطلوا يلاحقوني بهالسرعة؟ جيتي واخيرا حطيت لك كل شيء قلتي لي عليه بالشنطه، لقيت لك شال كمان حطيته معه، الجو بارد هيك اطفالي. يسلموا، عزبتك معي. عم بدعي لك من قلب الله يفتح طريقك بنتي. يسلموا خالتي، ادعي لي هيك على طول، صدقيني كثير بحاجه لدعائك هالفتره. سامحيني اذا ضايقتك. شو عم تحكي انت؟ بشو بدي سامحي؟ بالاصل انت اللي لازم تسامحيني، معقوله انسى كل افضالك علي؟ لكي خالتي بهالفترة ما رح كون قريبة من هون، خدي هدول ودبري حالك فيهم لبين ما أرجع. أصلاً أنا خبرت رفقاتي ورح يديروا بالون عليكي. إيه؟ عم تفكري فيني وأنتي بهالوضع بنتي؟ الله يحميك. عن إذنك خالتي لازم روح. ليلى وقفي، ليلى وقفي، اترك ايدي، صدقني بلم عليك الحارة، اتركني. انا عرفت كل شيء وانك ما خطفتي مسال. يلا احكي لي شو اللي شغل بالك لهالدرجة؟ عم فكر روح واحكي مع نيجار خليها تعرف، بس ليك هي ما رح تتفهمك مثلي. خلص مثل ما بدك امير بيك. عم اسمعك. يعني من وين بدي بلش هلأ؟ أحكي. بصراحة أمير بيك أنت هون سفر؟ دورت عليك بكل مكان،
لا تواخذني أمير بيك، بالسفر لازم يجي معي على المطبخ. عم نحكي بعد شوي بيجي. بس أختي مليكة بدها شوية غراض. قلتلك رح يجي بعد شوي. يلا تمام كمل سفر. بصراحة أمير بيك، احكي. كان بدي أقولك كيف بدي أقولها. شو عم تعمل سفر؟ ما قلت تشكيني لأمير بيك لأنه تخانقنا خناقة صغيرة؟ أمير بيك أحياناً ما بعرف شو بيطلع من تمي أمير بيك، وسفر أخد على خاطره مني. سفر إيه، حتى نحن تعودنا على كلام نجار الدش. إيه صح. استغفر الله، ما بدي شوف سفر بهاي الحالة مرة تانية، وإلا بزعل. احكوا مع بعض وحلوا المشكلة. إلي لشوف يعني شو أعمل فيك هلأ؟ آه ما قلت لك سكر تمك، شو قصتك؟ مين عم يتصل؟ أمي. طلع فيني، إذا قلت لك إنه جاي لعنا إلا بلاها، الوضع مكركب كتير، لهيك ما في داعي تجي هلأ. إيه أمي. ابني كيفك يا روحي؟ منيح أمي، أنت كيفك؟ مشتاقت لك كتير وما عندي أي هم تاني غيره. لا تواخذيني أمي، كنت مشغول. أكيد مشغول ابني، أكيد مشغول. اسمع شو بدي قلك، ساويت لك يبرق باللحمة وكترتهم، بعرف إنك بتحبه. إذا فضيت أو قدرت تاخد إذن تعالوا كل منه. تمام، رح أجي لعندك فورا أمي. منيح رايح، روح لعند أمك وريحني منك، وقت تحكوا علي خدوا راحتكم. اسمعيني بالأول وبعدين امشي. شو هاد؟ لعبة جديدة كمان؟ خبرت الشرطة وعم تماطل لبين ما يجوا يمسكوني صح؟ ما في أي لعبة بنوب، تفرجنا على تسجيلات الكاميرا، ما سال طلعت من البيت ولحقتك. وكيف أنا ما انتبهت لها؟ خبرت الشرطة بهذا الشيء؟ الشرطة شافوا التسجيل معي وما عم بيدوروا عليكي. ايه اذا هيك عم اسمعك. تسمعي شو؟ يعني بالعادة الناس بهيك حالة بيقولوا جملة محددة بتعرفها. لو كنت انا كنت قلتلك تصرفت بغباء، بعتذر لا تواخذني مثلا. بالنهاية ما عم استنى هالشي منك، اعتذار عادي بكفي. ارجعي لشغلك. عم قول اعتذار. وانا عم قول ارجعي لشغلك. ليك متوتر بيك، قصدي كمال بيك، ما في اعتذار ما في شغل بنوب. حاول تفكر بالموضوع. في بيناتنا اتفاق، شو نسيتي؟ ماني مهتمة بهالاتفاق، كرامتي اهم من اي شيء، ولهيك هذا اخر كلام عندي. ومسال شو رح يصير فيها هلا؟ هي ما عم تاكل لك حتى المربى. تمام برجع، بس هالمرة بشروطي مو بشروطك انت. ليكي هذا بيسموه تهرب من الشغل. ما بدك تعرف شروطي اول؟ شو هي شروطك؟ اول شي بتلغي لي قائمة ممنوعات الاكل كلها، وقطعة شوكولا لا، لازم تجيب قطعتين شوكولا، واحدة لما سال وواحدة لإلي. والشي التاني كمان رح نطول وقت قعدة الجنينة. ايه وما عاد يكون في ساعة محددة للأكل، يعني لازم نصير ناكل ايمتى ما بدنا، وكمان لازم نصير ناكل كل شي بالمطبخ ونصير نحضر كيك وبرك وكل هالشغلات. لا طبعا. والتلفزيون رح نتفرج على التلفزيون كتير، بكفي ساعة، ساعة واحدة بس يعني. وهلأ صار دور أهم شرط، أنا ما عاد بدي أي تعصيب بالبيت. بعدين رح يجعلك جبينك إذا عصبت كتير، لساتك شاب. معلش تخلصي لي هالجنان بقى. وبدي أورك مشان ما سال
وإلي جيب لي فلوت، رح نعزف أنا وياها بالبيت. بس مو كل شوية تنط وتقلي وجعني راسي ووقف وعازف بكفي. وغيره؟ هلأ أجا أهم شرط. من شوي قلتي بإني ما عصب بالبيت. إيه مزبوط، بس هذا أهم. أهم شرط عندي هو ممنوع إنك تحط قوانين بالبيت. عم تتمسخري علي مو هيك؟ لا، عم حط قواعد جديدة مشان البيت ومشان سعادة مسال كمان. شوفي، إذا ما كان بدك ترجعي قولي لي إياها بوضوح، وما في داعي لهي الحجج بنوب. لحد هذا اليوم أنت طبقت قوانينك وما صار أي شيء. طيب خلينا نجرب شروطي هالمرة. هالقوانين اللي ما عجبتك كلها كانت مشان مسال. انسي، خلص فهمت اللي بدك إياه. لك شو هالجنان هاد؟ ما حكينا شي، ليش حمل حاله وراح؟ شلون عملت هيك؟ أنا كيف غلطت وبعتت صورة ريحان؟ لازم شوفك بأسرع وقت، ويا ريت اليوم، ضروري ردي لي خبر. وليش ضروري؟ صاير معك شي؟ لسه ما صار، بس رح يصير لأني بلشت أعشقك. أنت حلوة كتير سونا، عيونك، نظراتك، طول الوقت عم بتطلع بصورتك. ما رح تقلي لي شي؟ البيت هلا كتير معجوب وما فيني اطلع ابدا. سونا، لو سمحتي لاقي حل، حابب كتير اني شوفك. بس مو انا اللي حابب تشوفني، هي ريحان. فيكي تقلي لهم مريضة شوي وبدك تروحي على الدكتور. امتى رح شوفك؟ ما بعرف، لا تصر أكتر. تمام، بما انك ما رح تجي انتي رح اجي انا. اف، مستحيل، القصة مو هيك. أورال، لا تواخذني، بس بظن الأفضل إني ما أشوفك. ما عاد رد علي وما عاد كتب شي، هي خسرت رفيقي الوحيد. أف، تمام، اهدي شوي سونا، يلي ساويتي صح، وإذا ما التقينا أكيد رح ينسى صورة ريحان، ما بيعرف عنوان البيت ولا مين أنا بالحقيقة. الحمد لله ما دليته على البيت. ريحان ما رجعت مبارح على البيت لآخر الليل، وحتى ما قعدت معنا على الفطور. وأمير ما قال شي؟ شبك حبيبتي جمري، ما صفي إلا أمير يهتم ببنت الضيعة. هو هلأ شاف وش ريحان الحقيقي. بعد كل شي قلتي لي لسات عايشة ببيتكم؟ بتعرفي أمير حياتي بيستنى الوقت المناسب، ممكن يكون في خطة براسه ولهيك ما عم يتعاطى معه. ممكن هالشي؟ طبعا ممكن، وثقي فيني. عن قريب كتير كل واحد رح يكون بمكانه الصحيح، ريحان بضيعتها وانتي مكانك جنب أمير.
أنا بوثق فيكي خالتي جاهدة، بعرف رح تعملي كل شي بيطلع بإيدك مشان سعادتي أنا وأمير. لو تعرفي قديش فرحني كلامك هذا حبيبتي جيمري. وبالمناسبة لسه ما وصلتني لهلأ دعوة حفلة النادي. بجوز تأخرت بالبريد، رح أتصل فيهم فورا. لا، الكل عرف أني جاي اليوم، يعني إذا صار مشكلة وما قدرت إجي على الحفلة صدقيني الكل رح يتمسخروا علي. رح أتصل فيهم وخليهم يبعتولك الدعوة قبل الحفلة، لا تقلقي. تمام بنتي، بالمناسبة بدي أحكي مع أمك بالحفلة، بصراحة ما بدي علاقتي فيها تنتزع أبدا. حبيبتي جيمري برجع بتصل فيكي بعد شوي. تمام، شوفك. ما فيكي تتوقعي شو رح يعمل أو إمتى رح يعصب. برأيي خلينا نطنش. بعتته أختي مليكة لأنك ما أكلتي على الفطور. عذبتي حالك بس ماني جوعانة. على الأغلب نسيتي القوانين نيجار، دائما بهذا البيت في وقت مخصص للفطور ووقت للعشاء. وقت ما نزلت ريحان خانة مع الفطور. بلا حكي فاضي، خذي الصينية وروحي. البيت هاد مو مثل ضيعتك، تعرفي هالشي مو هيك؟ ولهيك ما فيكي تعملي اللي بدك اياه، لأنه شايفتك تعودتي على الدلال بسرعة. مثل إنه يجيبوا لك الفطور على غرفتك. أنا ما طلبت. بس خلص مثل ما بدك، ما رح يتكرر هالشي. رغبتك بالقعدة بهالبيت ما عم أفهمها بنوب. وقتي صحلك تهربي، وقتها للأسف أنتي بتصيري بتعاندي وما بتهتمي بكل هالإهانات وبتدوسي على كرامتك. يا ربي عطيني الصبر، أنا حلفت يمين لخالي حكمت، بترجاك عطيني الصبر يا ربي. على فكرة بتشبهي أمك كتير، بتعرفي هالشي؟ وهي مثلك كمان كانت تتخبى ورا غرورها المزيف وكانت تمثل، بس الحقيقة غير. اثنيناتكم ما عندكم كرامة بنوب، ضليتي انتي وامك تلفي وتدوري حوالين حكمة. ما بسمح لك ابدا تحكي عن امي بهالطريقة. ومين رح يمنعني بقى؟ انتي؟ اسمعيني، فيكي تحكي كيف ما بدك، بس انتي مجبورة تعملي كل شي بدي اياه وبس، حتى لو كان غصب عنك رح تعملي كل شي بقوله بالحرف الواحد. تذكري انتي اجيتي واعتذرتي مني وبالمقابل سكرت الصفحة. هالاعتذار ما في له اي قيمة ابدا، وانتي بتعرفي هالشي كتير منيح. جيت بالوقت المناسب. ابني خليتك تستنى مو هيك؟ من شوي نامت ما زال. يلا رح جهز لك أكلاتك بسرعة ابني. سلم إيديك أمي، طيبة كتير. ابني وقت يحب أكله حتى لو كان آكل من شوي بيرجع بياكل وهو مبسوط. شو صاير؟ حكيلي.
ولا شي أمي، ما في قابلية. أصلاً ليش سألتك؟ ما السبب واضح. آخ آخ، من الأول كان بدي زوجك آسيا. أمي لا تبلشي، أصلاً نيجار ما عملت لي شي أبداً. شو فيك لكان؟ إذا ما قلت لي ما رح خليك تروح يكون بعلمك. أمي أنا عرفت شي، بس يلي عرفته صار هم على ظهري، وإذا قلت الحقيقة وقتها في شخص بريء رح ينفد. وشو عم تستنى لكان؟ أكيد رح تقول الحقيقة. إيه بس بهاي الحالة التاني رح ينضر، يعني والله عقلي تخربط كله، ماني عارفان أبدا كيف بدي أطلع من هالقصة. يلي بيشرب من حليب أمه ما بيقولوا عنه غير رجال، اتركه يتحمل نتيجة الكذب تبعه. أنا شو بقلك دائما؟ بتقليلي الحقيقة دائما وحدة. برافو، الرجال الحقيقي بيعمل الشيء الصح، وشو ما صار رح يكون واقف جنب المظلوم.